بالقرآن. بالقرآن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله لما نقرأ عن عظمة الله عز وجل في القرآن تشعر بطمأنينة، لأن كل شيء عنده بعلمه وهو مكتوب وبمشيئته، والله عز وجل هو المتصرف في الكون كله. اسمع الله عز وجل يقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ شنو تكملة الآية؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هل يعقل الله سبحانه وتعالى يأمرك بعبادته ويأمرك أن تتوكل عليه ويجعل مصيرك في يد أحد من البشر؟ إليه يرجع الأمر كله. صحيح. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله عز وجل يدبر الأمر، كل شيء بيد الله. إذا آمنت فالمؤمن لا يخاف، الموحد لا يخشى أحد إلا الله. التوحيد الحقيقي أنك لا ترى مع الله أحدا أبدا. التوحيد أنك تعلم وتتيقن وترى أن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله سبحانه وتعالى وقع. يا رجل الله غني عنا، الله غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله في القرآن يبين لنا إذا أنت ما دعيت الله ترى كل الكائنات تسجد لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول المفسرون: أعظم إهانة من الله سبحانه وتعالى للعبد أن يصرف عن العبادة، وأعظم توفيق أن يقرب الله سبحانه وتعالى ويوفق للعبادة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في نهاية الآية: إن الله يفعل ما يشاء، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تقول شيء تقول هل هذا عذاب؟ هل هذا؟ الله عز وجل يبين لنا الآيات حتى نرجع له. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا شيخ الحين الأفضل شيء في هذا الوضع القرآن. اللي احنا موجود نرجع للقرآن، القرآن ونقرأ بتدبر، راح تشوف كل ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء